بسم الله الرحمن الرحيم. تم تنظيم حفل اليوبيل الذهبي وزارة الداخلية اليوم، وذلك بمشاركة القوة البشرية المتنوعة بوزارة الداخلية على مستوى التخصصات المختلفة، وكذلك القوات والآليات الموجودة على الاختصاصات أساساً اللي موجودة في وزارة الداخلية بأشمالها وجميع القيادات العامة لشرطة الشارقة بمشاركة جناح الجو والدفاع المدني والقوى البشرية بأجمعها. فلذلك نحن طبعا نشكر جميع القائمين على تنظيم هذه الفعالية وجميع الحضور وجميع من ساهم في نجاح هذه الفعالية بهذا النجاح المبهر في تنظيمها وفي إخراجها وفي تنفيذها، ولله الحمد.